بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنتكلم عن البولينيوروبثي. البولينيوروبثي can be defined as widespread dysfunction of the peripheral nerves. يبقى هو مشكلة أو مرض بيصيب البريفرال نيرفز، بيأفكت السوماتيك والفيسرال سيستمز. البولينيوروبثي result in sensory changes. يبقى أنا أتوقع أن هيكون في عندي sensory changes و distal weakness and hypo ريفلكسيا. يبقى هيبقى فيه ضعف عام ويكنس في المسلز، وهيبقى لما باجي اعمل تيست للريفلكسز هلاقي ان في هايبو ريفلكسيا باي تيستينج. بنتنقل للكوزز اوف بولينيوروبثي، اسبابها ايه؟ يا اما اسباب ميتابوليك، دايابيتس ميليتس في حاله دايابيتس ميليتس او يوريميا، توكسيك سبستانس زي الهيفي ميتالز، فاسكولار، اثيرما كان ليد تو بولينيوروبثي وده نتيجة الأبسيت إن blood supply to the nerve fibers. مشكلة وصول blood supply أساسا للتغذية الدموية للnerve fibers. collagen disorders، rheumatoid arthritis ده example، genetic disorders زي muscular dystrophy، autoimmune Guillain-Barré syndrome، وده اللي هيتم مناقشته إن شاء الله. الباثولوجي بتاع البولينيوروبثي، there are two different pathological processes. يعني عندي اتجاهين، بنمشي في الاتجاه الاولاني اكسونال ديجنريشن، والاتجاه الثاني بيبقى سيجمنتال ديمايلينيشن. ذا نيرف، اول حاجه بالنسبه للاكسونال ديجنريشن، ذا نيرف سيل بودي اند اكسون ده المكان بالنسبه للسايت. لما بنقارنه بالسيجمنتال ديمايلينيشن بيبقى ذا شوارت سيلز. الريجنريشن بيبقى not complete، لكن في segmental بيبقى complete. الrecovery slow في الaxonal وبيبقى quickly في segmental. طيب causes the onset of bony neuropathy of the illness acute or subacute. example post infective polyneuropathy يعني نتيجة infection chronic زي في حالات metabolic disturbances أو disorders. و example عليها طبعا مشاكل أي حاجة في الميتابوليزم زي diabetes. الكلينيكال فيتشر بتاعتنا، أول حاجة عندنا sensory early feature، ودي بتبقى manifested ببين. يعني دي أول حاجة بيحس بيها المريض بتاعنا، بيبقى أول حاجة pain، بيبقى فيه تنميل tingling numbness، إحساس بالتخدير في الهاندز والفيت. موتور، وده بيبقى الليت فيتشر. يبقى دايما بداية البولينيوروبثي بتبدأ سنسوري قبل ما بتبدأ الموتور سيمتومز تظهر. في عندنا muscle weakness paralysis and decreased tendon reflexes. الموتور فيتشرز in the lower limbs more than upper limbs. يبقى أتوقع إنها تظهر الأعراض في اللور لمس أكتر من الأبر لمس. الريسبيراتور بروبلمز صعودا بقى لما يبتدي يتطور المرض ويظهر على الريسبيراتوري ماسلز، بيظهر عند الإمبيرد سترينث أوف، بيظهر في الإمبيرد سترينث أوف دايفراغم أند إنتركوستال ماسل، which can be represented as inability to cough. مشكلة في مسألة الكافينج، مفيش قوة للكف. accumulation of secretion طبعا شيء متوقع لأن في paralysis في العضلات اللي أساسا كانت بتحرك السبيوتم والسكريشنز وتطلع. decrease vital capacity الاستيعاب للهواء، الكاباسيتيز بتاعة اللنج بتبقى decreased. استمرارا للكلينيكال فيتشرز، في عندنا الجيت ابنورماليتي، لوس اوف بروبيسبشن ان ذا لور لمبس مور ذان ابر لمبس، وهاي ستيبنج جيت. الكاردياك بروبلم، لو كاردياك اوتبوت اند كاردياك اريثميا. نيجي بقى عند الديزيز اللي انا قلت لكم عليه انه هيبتدي معايا، اللي هو جاليان باري سيندروم. It is a devastating but reversible. يعني هو بيبقى مدمر في البداية ولكنه reversible. السيمتوز بترجع تاني تهدى. Cause progressive paralysis resulting from demyelination of the peripheral neurons. تمام؟ يبقى progressive حاجة بتبدأ صغيرة، بتبدأ تتفاقم وتتطور معين. It sometimes called acute polyneuropathy, acute body carditis.
sorry, acute poly radiculitis, acute idiopathic polyneuropathy, Landry's ascending paralysis. دي الأسامي التانية لجاليان باري سيندروم، وكلها برضو في النهاية جاليان باري سيندروم. الأطفال become progressively weaker sometimes needing mechanical ventilation to help them to breathe and then get progressively stronger again as the peripheral nerves remyelinate. لأن احنا هنا بيحصل demyelination وهو بيبقى progressive ولكن reversible، أول ما بيبتدي recover تاني بيبدأ يحصل عندي حالة الريمايلينيشن. المكان بيبقى ديمايلينيشن بيوكير عند البريفرال نيرفز، النيرف روت وكرينيال نيرفز. Prognosis: most children recover completely but may take few weeks or months. يعني هنا بقى بيبقى individual variations بين الأطفال. A gradual return of motor function begins as the nerve remyelinates. يعني ده المنطق بيقول كده إن هيبدأ يحصل في gradual returning of the motor function as the nerve is remyelinating again. بالنسبة للsensory hypersensitivity may continue for months and may be limiting factor in the recovery. يعني ده للأسف بقى من المشاكل اللي بتحصل إن الhypersensitivity sensory hypersensitivity دي ممكن تستمر بقى شوية تطول معايا إلى شهور، ودي ممكن تبقى عائق في مرحلة الrecovery. بعض الأطفال have permanent disability from residual weaknesses especially in the distal muscle groups. يعني ساعات بقى بيفضل مع الطفل حاجات residual weakness ممكن يستمر معاه على طول. الانسيدنس بيظهر at any age، تمام، من early infancy and affect individuals of all age but common in children في سن معين هو من 4 ل 10 سنين. The incidence of the disease has been estimated to be between 0.5 إلى 1.5 million in children younger than 18 years of age. دي نسبة حدوث المرض. The etiology بيبقى نتيجة autoimmune reaction. يعني هو ده مشكلة البولينوبيثي، هو autoimmune. Secondary to a previous viral infection. ممكن يكون كده. تمام. Usually Guillain-Barré occur a few days or weeks after the patient has had the symptoms of the respiratory or gastrointestinal viral infection. يعني بتبدأ كflu-like infection of the respiratory system أو gastrointestinal viral infection. بعدها بقى يظهر Guillain-Barré syndrome. يعني احنا قلنا ان هو بيبقى زي النقطة رقم واحد، بيبقى secondary to a previous viral infection. وماي اوكير 1 تو 3 ويكس افتر ا ماينور انفيكشن. اوكي، الستيجز اللي بيمر بيها، في اول حاجه مرحله الفيبريل ستيج، ات ستارتس وذ انفلونزا لايك اتاك. زي ما انا قلت بيبقى في اعراض زي شبه البرد، شبه الانفلونزا، مع حراره، هيدك، بين اول اوفر ذا بودي وذ نو نيرفس سيمتومز. تمام، يبقى احنا بدايتنا فلو لايك رياكشن، دي فيبريل ستيج، لسه ما ظهرش اي نيرفس سيمتومز. اوكي، الليتنت ستيج تبدا تختفي الاعراض اللي فاتت، تمام، والبيشنت بيبقى فري 1 تو 4 ويكس، بيبقى فري تماما 4 اسابيع. الباراليتيك ستيج there is acute weakness or paralysis starting in the lower limb and ascending to involve the trunk and respiratory muscles. في النهاية في الآخر بقى يظهر بقى على الأبر limb muscles. يعني بدايتنا بتبقى زي ما قلنا من شوية ان هي بتبدأ مع اللور limb. طبعا دايما القاعدة بتقول lower limb before upper limb the weakness is proximal more than distal، ودي نقط مهمة جدا. طبعا ممكن البيشنت يعني may or may not describe ascending progressive weakness involving more than one extremity. الويكنس beginning in the legs، ما احنا اتفقنا هو بيبقى lower قبل الأبر، and advancing تبدأ تتطور إلى الأرمز وصعودا إلى muscles of respiration associated مع moderate أو severe back or leg pain. appear في خلال أسبوع لثلاث أسابيع after the onset of a
viral illness in أو insult in about two-thirds of the cases. يعني بيقول لك إن حوالي تلتين الحالات بيظهر نتيجة ال viral illness أو بعد viral illness. طيب the pain may be the first symptom of Guillain-Barré syndrome or it may develop together with weakness. It is generally proportional to the severity of the weakness. تمام؟ إذا أنا عندي الألم دايما هو الشعور الأول لجاليان-باري سندروم. أوكي؟ وممكن يحصل مع الويكنس. يعني ساعات الألم يبقى لوحده وساعات يظهر مع بداية الويكنس. وبيبقى نسبة وتناسب مع severity of the weakness. يعني نسبة وتناسب بمعنى أن severe pain هيبقى معاه severe weakness أو يدل على أن أو بيبقى دايما مصاحب لي severe weakness. البين بيبقى located in the region of the spine and the upper parts of the limb including pain between the shoulder blades بين الشولدر blades and the lower back or around the hips and the shoulders. لما نتكلم على sensory abnormalities زي الparasthesias or areas of anesthesia in over 75% of the cases facial weakness is common. تمام؟ ال weakness ده بيدفلوب shortly after the limb weakness. يعني ال facial weakness بيظهر بعد ما بيظهر عنده في lower limb يبدأ يظهر ال limb weakness. وساعات بتبقى أول symptom. يعني طبعا دي بقى individual variations بين الحالات. بالنسبة لل difficulty of the swallowing بيعاني من ضمن clinical features difficulty in swallowing and handling saliva. ده بيدفلوب because of the involvement of the 9th and 10th cranial nerves. أول ما بيبتدي بقى يتدخل معايا ال 10th cranial nerve وال 9th أعرف على طول إن هيحصل مشكلة في ال swallowing. The throat musculature can become weak, compromising in integrity of the tendon reflex. May diminish or loss. Okay. طيب the cranial nerves are usually involved, especially the 7th and 9th cranial nerve, resulting in bilateral facial paralysis and bulbar palsy. فدي نقطة مهمة جدا جدا. Involvement بتاع مين؟ Cranial nerves السابع والتاسع وقبل كده قلنا كمان العاشر. لما نتكلم على الفيزيوثيرابي من هنا بقى هيبتدي الكلام اللي يخص الموضوع بتاعنا اللي هو او شغلنا اللي هو الفيزيكال ثيرابي ايفالويشن ان جي بي اس كومبريهنسيف ثيرابيتيك ايفالويشن. وده بينكلود طبعا اول حاجه كومبريهنسيف يبقى حاجه شامله فحص شامل including history onset of symptoms and its sequence. اتنين visual inspection to identify symptoms symmetry of muscle bulk and function. تمام؟ بعد كده ببدأ اعمل test of reflexes وانا عندي بقى من ضمن الاعراض بيبقى hyperreflexia. بعد كده بعمل manual muscle test عشان ال weakness of the muscles of the lower limb صعودا الى ال upper limb. الإيكوليبريم رياكشنز تيست ماست بي كوندكتد فروم ديفرنت بوزيشنز عشان اشوف مدى تاثير الويكنس ده على الإيكوليبريم. اكتيفيتي اوف ديلي ليفنج لازم تبقى كونسيدر عشان نشوف احنا وصلنا في الجريدنج في الكواليتي اوف لايف بتاعت وصلت لحد فين. تيست اوف تايتنس ما هو دايما الويكنس بيبقى مصاحب ليه امبالانس في الاكشنز اوف ذا ماسل جروبس وممكن يحصل ديفلوبمنت اوف تايتنس لبعض الجروبس. Sensory assessment must be included to identify pattern of sensory loss. لازم اعمل sensory assessment عشان نشوف بقى sensory loss واخد اماكن قد ايه وشكله عامل ازاي. النيرف كوندكشن فيلوسيتي كدراسه بيبقى فيه slowing of the sensory and the motor conduction velocity طبعا شيء متوقع. May be observed in motor unit duration والamplitude بتبقى decreased. الميديكال انترفنشن بيركز على البادي فانكشن از ريسبيريشن نيوتريشن اند اليمينيشن. ده الميديكال انترفنشن ده تدخل الطبي.
attention to the child, respiration. طبعا احنا بيبقى دايما التركيز على الجزء اللي هو له علاقه بحاجه تكون life threatening. ف life threatening يبقى هنا عندي بتكلم على respiration او الكف. indicate whether the intercostal muscles are becoming too weak to support independent respiration. وهنا بيجي القرار ان انا احطه على الفنتليتور. يبقى هنا لازم اعمل بسرعه assessment للchild respiration والكف, تمام, علشان اشوف الانتجريتي of the respiratory system شغال ولا مش شغال ومحتاجه life supporting mechanism زي الفنتليتور. الميكانيكال فنتليتورز ار سم اوف ذا لايف سيفنج سبورت. ده بناء على الايفالويشن اللي انا بعمله في الخطوه الايه الاستباقيه اللي فاتت. بلازما اكسشينج هاز بين ريكومندد اكوردنج تو ذا سيفيريتي اوف ذا ديزيز. انتروفينوس اند نيزوجاستريك فيدنج. لو دخلنا بقى في اصابه السيفنث مع الناينث مع التينث كرينيال نيرفز واللي بتتعرض ان في مشكله في السوالوينج, في مشكله في عمليه الفيدنج, يبقى انا هدخل بقى باما انتروفينوس فيدنج اما نيزوجاستريك فيدنج بالكاثتر كاثترز, وده عشان اقدر ان انا اوفركم المشكله ديت, وده بيزك نيرسينج انترفينشن. طيب الفيزيكال ثيرابي انترفينشن بقى, احنا كده اتكلمنا على الميديكال انترفينشن. الفيزيكال ثيرابي انترفينشن لينا اهداف مهمه جدا, هي مينتين افيشنت فنتليشن, بريفنت ديفلوبمنت اوف سوفت تيشو كونتراكتشرز. ما احنا قلنا بقى ممكن يحصل امبالانس في الماسل جروب اكري اكشنز, فبالتالي انا محتاجه ان انا اشوف الكونتراكتشرز, يا اما prevention يا اما لو حصل tightness او مشاكل ابدا ان انا اعالج. prevent pressure ulcers ده مهم جدا في مرحله الباراليتيك ستيج. minimize pain as much as possible, facilitation of muscle contraction. التريتمنت, يبقى احنا اتكلمنا على الجولز او الايمز, نتكلم على التريتمنت. اول حاجه respiratory exercises are aiming to maintain normal breathing pattern, وده احنا بنركز عليه واتحط رقم واحد لسبب, لان ده priority دلوقتي زي ما حطيناه على فنتليتور لما لقينا الموضوع صعب مع ان هو يعمل تنفس طبيعي. اذا احنا عندنا لو في مشكله في البريثنج او في الريسبيريشن يبقى اولويه ان انا اشتغل على حاجه ليها علاقه بحاجه تكون لايف ثريتنينج. فالريسبيريتوري اكسرسايز از فيري امبورتنت. ابروبريت كير ماست بي تيكن تو بريفنت بريشر سورس, دي مهمه جدا جدا جدا. بستخدم بقى السبيشال ماتريسز اللي مثلا في بعض الميديكال بيدز اللي بتعمل سبريدنج للبريشر, فريكوينت تشينج اوف بوزيشن. استخدمنا الاويتمنت, ده بقى الشغل النيرسينج انترفينشن. باسيف موفمنت تو مينتين جوينت رينج اوف موشن واللينث والماسل لينث, احافظ على الانتجريتي اوف ذا جوينت والفلكسبيليتي اوف ذا ماسل, وده بيبقى on regular basis, وده طبعا مهم ونسيسري علشان improve دايما السيركليشن وامنع DVT او الديفينا ثرومبوزز, تمام, وان يكون في complication of loss of movement, وده ده طبعا اكيد بيأثر على efficacy of the muscle pump. lightweight splint, احيانا بحتاج ان انا الجا الى لايت ويت سبلنت which may be given to keep the correct position of the joints. زي ما قلنا بنحافظ على الانتجريتي اوف ذا جوينت والفلكسبيليتي اوف ذا ماسل والسيركوليشن والبامبنج اند اسيست فانكشن, زي انكل فوت سبلنت, زي الايفو انكل فوت اورثوزيس او انكل فوت سبلنت, ريست اند هاند سبلنت تو بريفنت دروب ريست. وطبعا مهم جدا وانا بحط السبلنتس دي برضو اني ما اعرضش البيشنت لبريشر سورس, لازم يكونش فيه اي بريشر بوينت من السبلنت على البارت تو بي ابلايد. ستريتشنج اكسرسايزز تو تايت ستراكشرز ماست بي ابلايد, يبقى انا برضو بعالج اي تايتنس نتيجه ايه الويكنس اللي حصل. اكتف اكسرسايز بروجرام, although most patients with Guillain-Barré syndrome recover from paralysis, the course or rate of recovery vary between patients. زي ما قلنا في individual variation في مسألة الريكفري, سرعة شفاء البيشنتس بتختلف من واحد إلى التاني, فبالتالي لازم إن أنا أركز قوي على الأكتف اكسرسايز بروجرام وأراعي الإندفيدواليتي بين البيشنتس وبعضها. Strength usually returns in ascending pattern, يعني هو كان ascending from
lower limbs to upper limbs, proximal to distal. دلوقتي هيبقى in descending matter opposite to the pattern of the onset of the disease. لسه أنا بقول عكس بداية ال pattern of the disease, عكس بداية ال onset بتاعته. ال onset بتاعته كانت ascending, دلوقتي ال recovery بيبقى descending, أو رجوع ال strength بيبقى descending. The major goal هو to maintain a patient's musculoskeletal system من غير أي fatigue, من غير أي overwork, تمام, وأحاول أنا obtain maximal function as a re-innervation, as the re-innervation is occurring. طيب بدأت تستقر حالة ال patient stabilized. ال exercise may begin as follows. هنبتدي بقى نطور الموضوع شوية. Short periods, واخدين بالنا احنا بنقول short periods عشان ما عرضش ال patient لفتيج, non-fatiguing exercise. وطبعا ده بناء على المانوال ماسل تيست اللي بيحدد لي اساسا هو واقف عند جريد ايه من السترينث حسب التيست بتاعي. Activity increases if the patient's exercise level improves. Rest if a decrease in function or strength occurs. ال exercise program بيبقى متجه اكتر الى strengthening for function rather than strength itself. يعني تركيزنا قوي على recovery of the function. انا مش بقوي عضلات قد ما انا برجع وظيفة, وفي النهاية برضو ببعد عن الفاتيجينج اكسرسايز. ملاحظة مهمة جدا في الفيزيكال ثيرابي تريتمنت اوف ذا جاليان باري سيندروم. اول حاجة, اكسرسايز بروجرام ويل نوت هاست افكت اور امبروف نيرف ري انوفيشن ريت ديورينج ريهابليتيشن بروسيس. اوكي, ويل نوت. Abnormal sensation that persists after exercise, زي ما قلنا بيحصل هايبر سنسيتيفيتي وبتستمر معايا ممكن شهور, ده بيindicate that the exercise level was excessive. خد بالك لو حصل persistence للهايبر سنسيتيفيتي of the sensation او sensory هايبر سنسيتيفيتي فترات طويلة بعد الريكفري, ده معناته ان انت الاكسرسايز بتاعك كان excessive, ما كانش في داعي ان انت تعمل excessive exercise بالشكل ده. Excessive exercises during early re-innervation where there is few functioning motor units can lead to further damage. القاعدة بتقول excessive exercise يا جماعة في الـ early re-innervation time, okay, مع few functioning motor units, ده هيؤدي إلى further damage, مش هي يعني مش هينفعنا, بالعكس هيبقى له ضرر. فاسيليتر تكنيك زي السكين ستروكينج, براشينج, براشينج ايس, فايبريشن, تابين, اتسترا, may be used in conjunction مع المصر ايدوكيشن. دي مع دي, فاسيليتر تكنيكس مع مصر ايدوكيشن, الاثنين يشتغلوا مع بعض. البيشنت بدا يجين السترينث مره ثانيه, موفمنتس ار ترانسليتد تو فانكشنال اكتيفيتيز. از ري انرفيشن بروجريس, strength exercise tolerance increases. يبقى أبدأ أعلي شوية ال exercise tolerance مع إيه؟ re-innervation. وطبعا ده بيبقى متابعة لمسألة ال nerve conduction velocity للsensory والmotor nerves. Physiological stimulation of the affected muscle groups using short with pulse stimulation may help. هنا الاستيميشن مهم جدا, بيساعد في muscle education, improving circulation and increasing muscle efficiency to accelerate the functional recovery. هيديني functional recovery سريع وهيبقى فوائده كويسة. في النهاية الambulation training بقى, نبدأ بقى نوقف العيان وهنمشيه, هنمشي البيشنت بتاعنا. Get training can occur in therapeutic pool or between parallel bars. ده بالنسبة لي get training. Thank you, we hope the success for all of you and